بعد ايام من الان ستحتضن الجزائر الشان في 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 يعني هنا، والانطلاقه راح تكون ان شاء الله في العاصمه وفي ملعب نيلسون مانديلا بالراقي. والله احنا عندنا ثقه في الجزائر ورجال الجزائر انهم راح يبهروا العالم في هذا الشان القادم، كما بهرنا العالم في العاب البحر الابيض المتوسط اللي اقيمت ونظمت في وهران، وكان عندها نجاح باهر، مع انه كانت الاعداء يعني كانت تراهن على فشل الجزائر، والجزائر نجحت في تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط يعني بشهادة دولية وبشهادة العدو قبل الصديق، ويعني راح ان شاء الله يكون تنظيم ناجح، وحنا قادرين على رفع التحديات والذهاب الى بعيد ان شاء الله. اكيد هي المقدمة كانت في العاب البحر الابيض المتوسط في وهران، والان هذه التظاهره الثانيه الرياضيه اللي راح تنظمها الجزائر وراح تنجح ان شاء الله، وبنجاح ان شاء الله راح نخطو خطوه كبيره ان شاء الله نحو الفوز بتنظيم كاس افريقيا في عام 2025 ان شاء الله. نقول لهم كونوا حضاريين وحافظوا على المكتسبات ونقدموا صوره جميله ان شاء الله للعالم ولاعداء الجزائر. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.